الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. عندكم قاعدة: كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب له، كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب له والخروج إلى خارج، أيا كان هذا الاجتماع، المهم أن يكون اجتماعا مشروعا. حتى اجتماع الناس في المحاضرة استحب التجمل والتطيب له، أو في الولائم إجابة الدعوة اجتماع مشروع، فأي اجتماع مشروع فيستحب التطيب له. حتى الاجتماع على الطواف اجتماع مشروع فيستحب التطيب والاغتسال له. التطيب وأنا محرم؟ نقول نعم، لكن قبل عقد الإحرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل إحرامه بأطيب ما يجد.